بين زمان ودلوقتي مفيش حاجة اتغيرت كتير، بالعكس كل حاجة كانت بدايتها من وقت جدودنا الفراعنة ورجعت تاني في جيلنا، بس بتطورات جديدة وحاجات بتناسب الأجيال الجديدة، بس لسه في لمسات قديمة محتفظة بشكلها ولسه بيستخدموها. تغير انهم اكتشفوا على جدار الفراعنة بقالها 12,000 سنة لقوا سر خاص بالستات. طبعا بقيت محتار وعايز تعرف الحاجات دي، ويا ترى السر ده؟ تعال اقولك بقى الحكاية. بدأت من زمان بس اكتشفوها الباحثين، لقوا منحوتات على جدار قديمة، ولما ركزوا فهموا ان المنحوتات دي بتوضح شنط للايد اللي بيستخدموها السيدات والبنات دلوقتي، وكانت مصممة بشكل معين، وهي علبة مربعة وممسك الايد الخاص بيها قصير وعبارة عن نص دايرة، وبيرجع بقى تاريخ معظمهم ل 12,000 سنة، وده قبل ما يظهر الميك اب والعطور وفرشات الشعر. اما عن اقدم صور اكتشفوها في تركيا وكانت بين انقاض معبد غوبيك لتيبي، وهو معبد قديم جدا من العصر الصخري واللي بيتميز باعمده حجريه كبيره محفوره، واكتشفوا نفس التصميم في المكسيك والعراق واجزاء من امريكا الجنوبيه، وده خلاهم يجي في دماغهم اسئله كتير، وخصوصا ان ازاي الحضارات البعيده دي اتخيلت نفس الحاجه. معبد غوبيك لتيبي اتبنى قبل بداية الاستقرار الحضاري للبشر من قبل الصيادين والجماعين سنة 9000 قبل الميلاد، وضم أعمدة حجرية كبيرة على شكل حرف تي، وكانت مرتبة في دوائر من المحتمل ان هي بتستخدم في المناسبات الاجتماعية والطقوس، وتميزت بعض هياكلها باللي كان بيظهر عليها من ملابس وأحزمة وشنط ايد، بالرغم ان وقتها الخبراء ما كانوش عارفين بالتحديد اللي بتوضحه الزخارف دي، ولكن افترضوا ان القدماء شافوا التصميم اللي بيتعلق بالكون من زمان. وبالرغم من ان الصور كانت تقريبا تشبههم مع المحافظ الجديدة، قام الخبراء اقترحوا ان اكترية الصور كانت عبارة عن سلال، ولكن اغلبية الناس رفضت الفكرة دي وجادلوا وقالوا ان فكرة شنطة الايد ممكن تكون الحضارات القديمة هي اللي ابتكرتها، ومش بس الشنط، حاجات تانية كتير. لما بنراجع التاريخ بنكتشف ان بدايتها كانت من الحضارات القديمة. اما بداية حقائب اليد بترجع للقرن 16 لما كانت عبارة عن اكياس صغيرة بتحفظ العملات المختلفة، وكان وقتها حمل الشنطة ضروري، وكان كل منطقة لها عملتها الخاصة بيها، وكانت السيدات بتحب تحتفظ بكل حاجتها في اكياس كانت معمولة من حرير طبيعي مطرز، وارضيتها كانت معمولة من الفوس علشان يدوها درجة كبيرة من الثبات. ولحد القرن 17 ما كانش للملابس جيوب يقدر اي حد يشيل فيه حاجته، لحد ما بدوا يعملوا جيوب تحت هدومهم بديل لشنطة اليد. اما اول شنطة ايد حديثة تصممت على يد سامويل باركنسون في انجلترا سنة 1841، وده قرر يعملها لما كان محتاج شنطة سفر لمراته علشان تقدر تشيل فيها كل حاجتها، لانها كانت كبيرة جدا لدرجة ان هي مش هتكفي شنطة اليد العادية. ومن وقتها بقى الاكسسوار حاجة اساسية في عالم الموضة بين النساء والرجال، لانهم كمان عملوا شنط للرجال. اما اغلى شنطة ايد موجودة دلوقتي هي نايت دايموند، وسعرها وصل لأكتر من 3 مليون دولار.